Aujourd'hui, on va essayer de voir le cours concernant l'ordre SELECT. SELECT, il fait partie du langage de manipulation de données. Donc, on va essayer de voir l'application de SELECT sur SQL Server. Donc là, ça va être le langage de programmation, les HASP SQL Server, Ranchoufou, l'utilisation de l'ordre SELECT. SELECT permet d'afficher des données. C'est pour cela. On va essayer de voir exactement quel est son rôle. Donc, le rôle exact le rôle exact de Select, c'est d'extraire les données de la base en utilisant Select. Donc, Select permet d'extraire les données de la base qui appartient au serveur. Serveur fait la base de données. Qu'est-ce que Select? Bien, c'est le من ديك مجموعات البيانات. لذا كأهداف غادي نطرقوا لها جميع أهداف اللي هي غادي تكون ثانوية. من جهة غادي نحاولوا نشوفوا جميع الاستعمالات ديال الأوردر سيلكت. Donc, on va énumérer toutes les possibilités de l'ordre SELECT. On va voir comment utiliser SQL SELECT, SQL Server, exactement l'ordre SELECT, pour pouvoir trier les lignes selon des requêtes SELECT. Donc, quand je vous dis que je vais vous dire, je vais vous dire, والو تري ومن بعد اون فاي سي دو فوار كومون اتيليزي دي فونكسيون كي فون نو بيرميتر دو كالكولي اي دافوار ان انسامبل دو فونكسيون tels que parmi les fonctions qui sont AVG, min, max, count, et pourquoi pas compute. C'est pour cela qu'on va essayer de regrouper les données. On va utiliser ce qu'on appelle le group by. Donc l'idée de group by, نستعملوا بها مجموعة ديال لي فونكسيون بهم غادي نحاولوا نشدوا المعطيات ونحاولوا نديروا لهم تصنيف على حساب واحد المجموعة ديال لي شون باش دار هاد العملية ديال الحساب ولا ديال الكالكول حساب ولا الكالكول ديال هادوك لي فونكسيون اللي هما اما ديال تعطينا المعدل ولا المجموع ولا العدد أو لا مثلا أصغر أو الأكبر مثلا عدد. إذا غنستعملو هاد لا فونكسيون ولا هاد لا كلوز كتسمى جروب باي. من بعد غنشوفو مجموعة ديال لي فونكسيون ديال SQL اللي غادي تعاونا باش نديرو عملية الاستخراج بحال لايك بحال مثلا ان يا سي دي سويت هادو دي فونكسيون واجدين نستعملوهم من بعد غنشوفو دي زيكزامبل كي بيرميت دو دافوار لا كوموند سيلكت بور بوفوار اكسيدي لي دوني مي سيت فوا سي en utilisant plusieurs tables.
Maintenant, on va voir ce qu'on appelle la jointure. Par la même occasion, on sert le loi de force pour découvrir ce qu'on appelle une équi-jointure, ce qu'on appelle la jointure équitable. Équitable. Ou un chauffe-eau exactement, je nomme la jointure non équitable, mais en cas de déch. Donc, select. On s'est amélioré pour que nous puissions des tables ou la les tableaux ou la donc le jadawil ou on s'est amélioré dès que بين طابل وطابل بين جدول وجدول ولا بين طابل وطابل غنستعملو سكو نابل هاد لي كويجانتيو جوانتيو كتكون ايغال ومن بعد غنشوفو واحد لي جوانتيو اخرين واحد عملية الربط ولكن ماشي ايكيتابل بحال ليفت بحال رايت داكوغ وبالتالي غنحصلو على مجموعة ديال المعطيات هاد لي جوانتيغ كل وحدة عندها الدور ديالها سواء كانت ايكوي جوانتيغ ولا نون ايكوي جوانتيغ دونك على بركة الله اون كومونس تو دابور اون فاي سي دو فواغ كوم انتروديكسيون شنو الدور ديال هاد سلاكس و يعني ومحلها ضمن هاد لو لونجاج اسكيال. Dans ce chapitre, il expose la partie du langage SQL. Il permet d'extraire les informations stockées. Donc, bihead select, on va faire une analyse de séchage des informations déjà stockées. Elles sont déjà enregistrées. Fust, mjmoua de bayanat. Donc, il s'agit d'un langage déclaratif. هذا لو لونغاج لي هو اس كيو ال بيه كن اي حاجه غنستعملوها اون دو لا ديكلاري فوست داك لو سيليكت ولا فوست سانتاكس دونك لا سانتاكس لي غنستعملو الي تري سامبل سهل يعني مفهوم يمكن اي واحد يستعملو دونك il permet de se concentrer sur le problème à résoudre. باش هاد المعلومات نحاولوا ندير لها عملية الاستخراج خصنا اول حاجة نفهموا اشنو هو المشكل ونحاولوا نحصلوا على طريقة on doit se concentrer على الطريقة كيفاش غنحلوا المشكل دونك اولا خصنا نفهموا المشكل لما فهمناش ما يمكنش لينا نديرو ليه الحل لقاوش ليه حل فوالا دونك لي زيكزامبل سيتي اللي غنشوفوهم هاد الامثله عده امثله غنشوفوها ديجا تستعمل ديجا في اس كيو ال سيرفر كيما قلت لكم فايت قلت لكم بان اس كيو ال سيرفر من بين اللغات ولكن كاين دوطخ اكسس اوراكل ماي اس كيو ال هادو مجموعه ديال لي حتى هما لي لونغاج لغات حقا عندهم نفس لا لوجيك كاين كيلكو يعني ديفيرونس يعني كاين واحد فرق صغير ماشي بزاف وهاد الفرق كيتجلى فاش في دوك لي فونكسيون اللي غنستعملو لي فونكسيون Donc, c'est un des systèmes de gestion de base de données, SQL Server, relationnel, qui est déjà le plus répandu sur le marché. Donc, il est trop utilisé. SQL Server, comme ça faut, il appartient à Microsoft. Donc, la commande Select, il constitue à elle seule le langage qui permet d'interroger une base de données. Donc, Select, il y a un haulo plus ou moins qu'un علاش باش نتسألو
ils permettent d'interroger, كنسولو la base de données, كنسألوها. Donc, منطلقا من ديك l'application cliente. Donc, خدامين مثلا في SQL Server, في C Sharp, أو لا في ال PHP, أو لا في Python, ou la fait ay loga java ou la ay haja ensemble fost hadak le code la commande select ou ensemble واحد la chaîne de connexion واحد sql commande ou btali kansoulo le serveur bstml select donc hat select le code ديالها كامل غادي يعني تستعمل في وسط لو كود سي شارب جو ريبيت بيان ولا في البي اتش بي ولا في الاي اس بي ولا في باغ اكزومبل في جافا وفي هاد اللغة اللي هي سي شارب ولا اي حاجة غادي نستعملو واحد لا كونيكسيون غنتكونيكتاو للسيرفر وبالتالي غادي نطرحو على السؤال مجموعة ديال الأسئلة على la base donnée اللي كتواجد في السيرفر وبالتالي غادي يجاوبنا السيرفر اذا هذا السؤال اللي غادي نطرحوه يا اما كيمكننا باش نحصلو على مجموعه ديال لي كولون اللي هما على شكل لي كولون هما ديال لا طاب اللي هما اسماء لي شون اللي كاينين في لي طابل هذيك تسمى لوبيراسيون دو بروجيكسيون يعني هنا ما كنجيبوش كاع المعلومات اللي كاينين في ديك لا طابل في داك الجدول ما كنجيبوش كلشي مثلا عندي لي كليون في هذيك لا طابل عندي لو نوم برينوم ديال الكليون لادريس ديال الكليون مثلا d'autres informations téléphone l'adresse email par exemple le chiffre d'affaires la raison sociale فاش كنديروا l'opération de projection كنختاروا لي شون اللي بغينا يمكن لينا نبينوا في هذه المعطيات كامله فقط le nom ومثلا le prénom هنا كنديروا عمليه الاسقاط l'opération de projection. وبالتالي ما كنجيبوش كاع المعلومات اللي عندنا في لي طاب هنا ما كنهضرش على يعني ما كنهضرش على عدد لي سميتهم الكليون لا كنهضر على المعلومات اللي خاصه بالكليون ما نجيبوش ما باغينش لو نو مثلا لادريس ما باغينش لو تليفون غنجيبو فقط الاسم ديالو مثلا و بوركوا با الرقم ديالو اذا هنا ما جبناش معلومات كامله وبالتالي درنا عمليه الاسقاط لوبيراسيون دو بروجيكسيون دونك هذا من بين يعني الـ يعني الـ دونك هذا من بين المعلومات اللي بعض الخطرات كنبغيو نحصلوا عليها ما كنبغيوش نجيبو كاع المعلومات علاش لان بعض الخطرات كيكونوا معلومات اللي هما ما غنستعملوهمش ولا كتكون معلومات اللي هي سريه ما يمكنش نعطيوها لاي واحد وبالتالي ما كنعطيوش كاع المعلومات هذيك تسمى لوبيراسيون دو بروجيكسيون بحال نديرو عمليه الاسقاط بحال كما شفتو في دوك الدالات اف دونك عندك لا فونكسيون اف ال ديبون ديال مثلا اكس يغريك زد يمكن لك دير لا فونكسيون الاسقاط ديالها حساب مثلا اكس ولا حساب يغريك ولا حساب مثلا زد هذا كيتسمى الاسقاط الاسقاط يعني غادي نشوفوها جوست فواحد لاكس شنو هو لا فالور ديالها دوزيام شوز هاد سيليكت كتمكننا من الحصول على مجموعة ديال السطور ولا ديلين
ديال لاطابل، كيجيب ليا كاع المعلومات ديال من لاطابل، ولكن ماشي اي معلومات، على حساب المحتوى ديالهم، حساب داكشي اللي وسطهم. هنا كنستعمل لوبيراسيون دو ريستريكسيون. دونك هنا كندير اوبيراسيون ديال لو ريستريكسيون، هنا كندير واحد الشروط. لذا هنا غنستعمل وير، وير دابا هنا غنستعمل وير، وفي وير غادي نحدو كل شون اشنو هما المعطيات اللي خصو يتوفر عليها، ولا اشنو هما الشروط اللي داك لو شون، ولا داك داك لو شون اش خاصو يتوفر عليها. اما الفرق بينها مع البروجيكسيون، البروجيكسيون فقط سيليكت هي اللي كنديرو فيها لي شون اللي بغينا. هنا لا سيليكت، كنجيبو سيليكت كاملة، يعني كنديرو سيليكت، ولكن هنا غنستعملو وير. troisième chose de combiner des informations venant de plusieurs tables. هنا غادي هاد سيليكت كيمكن ليا تجمع بين جوج ثلاثة 10 ديال لي طابل سون بروبليم. بالعكس تقدر تجمع ليا بين جوج ديال لي باز دوني، اكثر من جوج كاع ديال لي باز دو دوني كاع. وبالتالي فاش كيكون عندي في نفس الباز دوني مجموعة ديال لي طابل، وباش نجيب معلومات تكون عندها من مجموعة ديال لي طابل، نجيب معلومات من مجموعة ديال لي طابل وتكون عندها واحد العلاقة بين هذوك المعلومات اللي غنجيب من كل طابل، خاصنا نستعملو سكون ابل لوبيراسيون دو جوانتيو، ندير واحد العملية ديال الربط. هذا من جهة، ويمكن لي نستعمل واحد دي يعني واحد بحال دي زوبيراتور اللي كيربطوا ليا بين جوج ديال لي روكيت، بحالاش بحال انيو. دونك لينيون كنجمع بجوج ديال لي زونسومبل، كنعتبر بجوج مجموعات، كنستعمل انيون. غنشوفو كاين ميم حتى دي زوبيراسيون كيستعملو انترسيكسيون، كاين انترسيكت. دونك هنا الانترسيكسيون، ومن بعد كاين لا ديفيرونس غولاسيونيل. لا ديفيرونس غولاسيونيل يمكن ليا نجيب جوج ديال لي روكات كيكونوا متشابهين، غنشوفو هادشي من بعد. وهاد لي روكات اللي كيكونوا متشابهين يمكن لي نحيد من واحد لا روكات المحتوى ديال روكات اخرى، وبالتالي كندير سكون ابل لا ديفيرونس غولاسيونيل. كنستعمل واحد لا فونكسيون كتسمى اكسبت. دونك هاد اكسبت كتربط جوج ديال لي روكات، جوج ديال لي روكات. و اون ديرني لو هاد سيليكت il permet de combiner entre elles قاع لي ديفيرونس اوبيراسيون. دونك هاد لي اوبيراسيون لي غادي هذاك يمكن لينا نجمعو بين جوج ثلاثة، سا ديبون على الروكات. اون فو فوار سكون ابل لي روكات من بعد امبريكي. شنو لي روكات امبريكي؟ روكات فوسا روكات. اما الا درنا هاد لينيون انترسيكسيون كتكون روكات وحدها روكات وبيناتهم انيون. دونك غنشوفو اون برومي ليو كومون انتروجي اون باز دو دوني دون فاسون سامبل. Donc, si jamais on veut la sélection des colonnes ou là, ce qu'on appelle la projection, on s'amène
La commande select. Donc la commande select, il est la plus simple. Il possède la syntaxe suivante. Undead, le slope. Et donc, il y a le select. Là, on voulait afficher, c'est Ghibliya. Atini, Atini. Étoile, c'est Ghibliya, le malumet Kamla. From Mina. نقول سي جيب هذا منين من وهنا كنقول ليه سميت لا طابل ولا داك الجدول دونك سيليكت عطيني من دونك جيب لي كل شيء من لا طابل دونك سيليكت اتوال هي في حقها ما كاينش ان بروجيكسيون هنا جبت كل شيء المعلومات حتى الريستريكسيون ما عنديش دونك هادي لا سانتاكس جينيرال كنجيب كاع المعطيات من لا طاب صافي ايطوال كتعني كلشي دونك في هاد لا سانتاكس لو نوم دو لا طاب كتعني لو نوم ديال لا طاب دون لاكيل بورت لا سيليكسيون وهاد ايطوال كتعني جيب ليا كاع لي كولون عطيني كاع لي كولون Donc la syntaxe du verbe select. Cette commande permet de récupérer des données contenues dans une ou plusieurs tables. Ou même ce qu'on appelle les vues. Les vues que tu connaîtras. Mouakata. Dial la table. Donc nesra mouakata dial la table qui se met les vues. Et dans la commande. كنحصلوا على واحد المعطيات اللي كيكون كينتمي اما في طابل ولا بزاف ولا مام حتى في ولا بزاف ولا مجموعه ديال لي في ولا جوست واحد العدد ديال لي في اذا في هاد سيليكت دونك هاد لا سانتاكس وسطها غادي يكون هاد التالي هادشي اللي غنشوفوه من بعد من بعد اللي غادي يكون فوا وسطها غنشوفوا بان يمكن لينا نديرو سيليكت ديستانكت ونديرو لي شون ومن بعد نديرو فروم ونديرو لا طاب هاد ديستانكت علاش استعملناها سي تو سامبلومون بور انلوفي تو سكي دوبلون Donc il évite les deux dédoublements de les lignes. Et storm out. Et satr out. Fait que la sélection qui est qui zoule. Qui zoule jamais. Donc c'est un rôle qui connaît double ligne. Donc distinct. Qui est très lié storm qui est out. Je m'en يظهر مرة أخرى دونك كيبان في ديك لا سيليكسيون في داك يعني لا سيليكسيون اللي جبنا في سيليكس السطر كيبان مرة واحدة بشرط هادوك لي شون ديالهم كاملين هاديك لا لين كاملة خاص حتى حاجة ما تعاود دونك لا حتى حاجة ما تعاودت المعلومات اللي فيها ما مضوب يعني خاصها تكون ماشي بحال بحال يعني مختلفة إلا كانت مختلفة كيخليه إلا كان جوج ديال لي كولون مثلا إن كولون وحدة مختلفة بيناتهم راه كيعتبر هو راه يعني ستار آخر يعني لا علاقة ماشي معود نشوفو من بعد يمكن لينا نستعملو أول علاش باش يجيب لينا كاع المعلومات توت لي لين جميع السطورة اللي هما سيليكسيوني بلا ما يحيد لي دي دوبلو بلا ما يحيدهم ديستانك تزول السطر اللي معاود اول كنقول يجيب لي اللي كاين دونك اللي كاين ولو معاود غادي يجيبو هادشي علاش هي اول اللي اكزيست ديجا في سيليكس بلا ما نستعملوها راه هو كيجيب لي اول دونك في حالة لما بغيتش دوك لي لين
اللي هما دي دوبلين. هذيك الساعة خصني نستعمل ديستانكت، يعني بعبارة أخرى يمكن لي ندير سيلكت اول ونحط سميت لي شون فروم لا طابل باغ اكزومبل. هنا غادي يجيب ليا تو لي شون وغادي يجيب ليا كاع لي لين ولو ما معودين، ولو معودين لا لين معودة، يعني نفس الكليان مثلا نفس المعلومات جاتني. اذا هنا بحال لوكا ديال الكلي بريمير الكلي سكوندير، الا جبنا من لا طابل الكلي سكوندير غنلقى الكلي سكوندير كيتعاود. باش هذاك الكلي ما يتعاودش يمكن لي نستعمل ديستانس. بالنسبه للاول كتجيب لا توتاليتي، يعني ميم لي دوبلون كيحضر. اتوال اتوال كيمكن لينا ندير سيليكت اتوال فروم لا طاب مثلا كليان. دونك اتوال il permet de renvoyer toutes les colonnes de toutes les tables et vues précisées dans le from. اذا غادي يمشي يجيب لي جميع المعطيات اللي درت اتوال، غادي يجيب كاع لي شون كاع لي كولون ديال اش ديال لي طاب اللي تابع ولا الفيو اللي تابعين اللي كاينين في فروم. دونك ديجا vous connaissez بأن select قدامك كنديرو لي شون، في فروم كنديرو سميت لي طابل، وفي وير كنديرو سميت لي شون اللي غادي يدار عليهم الكونديسيون، كنديرو الكونديسيون ديالهم. دونك هادو معلومات اللي غادي نخدموهم، غنخدمو ديستانكت غنخدمو اول غنخدمو ربما هاد اطوال فوس سيلكس. هادشي باش يجيب لينا هاد المعطيات كما قلنا، ما بغينا ما يتعاودش نجيبو ديستانكت، بغينا داكشي يتعاود كنديرو اول، بغينا نجيبو كاع لي شون نجيبو اطوال نديرو اطوال. من بعد سي جامي هذيك اطوال اللي مشينا درنا سيلكت اطوال فروم لا طابل الاولى فاصلة الطابل الثانيه، هذيك اطوال ما كتبقاش خدامه. لذا غنديرو في سيلكت غنديرو سميت لا طابل غنديرو بوان ونديرو اطوال نديرو فاصلة، ممكن لي نديرو الطابل الثانيه سميتها بوان اطوال. بحال كنقول لي جيب لي كاع لي شون اللي كاينين في هاد لا طابل، هذا هو المعنى ديالها. الا كانت طابل وحده كنديرو سيليكت ايطوال فروم سميت لا طابل ديريكت، اما الا كانوا عندي بليزيوغ طابل سيليكت ايطوال فروم طابل الاولى والطابل الثانيه ما كيعرفش ايطوال ديالها اش من طابل. لذا خصنا نحدو في ديك سيليكت سميت لا طابل وباش نعرفو اشنو لي شون اللي غادي يجيبهم. لذا غنديرو ايطوال باش يجيب كلشي. مثلا غندير سيليكت وندير كليون بوان ايطوال فاصيلة كوموند بوان ايطوال، وندير فروم كليون فاصيلة كوموند، وفي وير غندير لا جوانتيور، يعني النيميرو ديال الكليون اللي تابع الكليون يساوي النيميرو ديال الكليون اللي تابع الكوموند. باغ اكزومبل هنا غادي يجيب لي كاع المعطيات ديال شاك كليون افيك لي كوموند ديولو. اذا يمكن لي نفس الشكل في حالة استعملت الفي دو لا ميم فاصون، غنديرو فيو بوان ايطوال الفا سيليكسيوني تا هي توت لي كولون ديال لا فيو. دو ميم في سيليكس ايطوال عوض ما ندير سيليكس تيبل بوان ايطوال يمكن لي ندير اون اكسبرسيون. دونك في سيليكس يمكن لي نصوب اون فورمول، يعني اون اكسبرسيون كنصوب واحد المعادله، هاد اكسبرسيون كتكون على شكل معادله. مثلا ندير سيليكت سالير ميتيبلي باغ 12 از سالير انويل
from la table amp. هنا غادي يمشي يجيب لي تو لي سالير انويل حيت غادي يضربهم في 12 غادي يشد هذاك السالير اللي هو مونسويل غادي ياخذ الاجرة الشهرية وغادي يضربها في 12 غادي يدير لها عملية الضرب في 12 وغادي يجيبها لي. انا باغي نعرف السالير انويل كل امبلوي شحال السالير ديالو ولكن انويل. اسكو سافا S'il vous plaît, vous entendez? Diane? Qui est comme slide? Voilà. Donc, je répète, quand c'est une expression, cette expression est que tu as dit, quand tu as dit, je répète, faites l'expression, quand tu veux libérer une moyenne, il y a une dire la division, une dire un mélite de trait. عملية القسمة عملية مثلا الجمع عملية أي عملية نستعملوها هنا. إذا كنديرو سيلكت مثلا كما قلت لكم نعاود السؤال سيلكت باغي نعرف كل امبلوي شال عنده في السالير بغيت سالير بغيت مثلا دونك انا عندي في عندي في هذيك الجدول ولا في هذيك لا طابل عندي سالير وعندي كوميسيون. اذا يمكن ليا نشد ندير سيلكت ومن بعد ندير اسباس وندير نو فاصيلة سالير بلس كوميسيون. لاحظوا الشون واحد في جوج ديال لي شون بيناتهم عملية الجمع اللي هي بلوس ويمكن لي نضرب هادشي كلشي ندير بين قوسين سالير زائد الكوميسيون زائد كوميسيون نديرو العملية ديال الضرب في 12 باش يكون عندي شحال كيتقاضى سنويا داك المستخدم. إذن ونكمل لا روكات ديالي فروم سميت لا طابل اللي هي اومب ويمكن ندير تاني وير بحال لا بغيت فقط لي زومبلوي كي ابيت كازا مثلا الدار البيضاء غندير وير فيل ايغالا كازا باغ اكزومبل. إذن هاد اكسبرسيون il sélectionne une expression habituellement calculée soit sur la valeur ديال لي كولون. يمكن لي نستعمل الكولون الاول زائد الكولون الثاني وبالتالي كيستعمل لي فالور ديالهم وهاد لي كولون الى بارتي سوا ا دي طابل سوا ا دي فيو وهاد لي طابل فيو بيان سور ايل دواف ابارتونير ا لا كلوز فروم بيان سور اي الشون درتو في هاد ليكسبرسيون خاصو يكون ينتمي لفروم خاصني ندير سميت لا طابل ديالو في فروم الشون خاصو ينتمي لا طابل اللي كاينه في فروم ضروري خاصها تكون حاضرة. سي بون في سيلكت يمكن ليا نستعمل سكون ابل لي زاليا. اشنو هما لي زاليا؟ هما لقب هذاك اللقب كيبان ليا في الطابلو في الجدول كيبان ليا كتبدل السميه في لافيشاج اما في مجموعه المعطيات ما كيبقى عليها والو كتبقى كما هي. اذا كنستعمل لي زاليا بحال دابا سي اليا هاد سي اليا بحال بغيت هنا بحال كنبينو بان يمكن لينا ندير واحد اللقب اليا كنعاود مثلا نفسر لكم شنو اليا اليا لقب بحال دابا اسم محمد نقدروا نسميوه سيمو بحال مثلا مريم نسميوها ميري لقب
علاش؟ بعد خطرات كيكون الاسماء ديال دوك لي شون سوا طويلة، سوا انا كنبغي ما كنبغيش نبين الاصل شنو باش نسميه، لذا كنعاود نسميه فاش تنجيب لي دوني عندي كنعاود نسميهم. لكن في مجموعة المعطيات باقي هما هما، باقي عندهم نفس الاسم عندهم في ديك لا باز دوني. اذا هاد لا شين دو كاركتر il sert d'entête. هذيك تكون بحال لونتيت، عرفتو لونتيت يعني بحال عنوان دوك ديال دوك الجدول، جدول دوك سميتهم لي شون، عندهم عنوان كيتبدل ليهم. بحالاش سي اليا غنسمي مثلا كيما قلت قبيله، غنجيبو سيلكس، غنديرو سيلكس وغنستعملو سالير، دونك سيلكت سالير فوا 12 وندير از سالير انويل، دونك سالير انويل ستانالية. مثلا سيلكت ادغيس وندير از نوفو ادغيس، دونك نوفو ادغيس c'est un alias ديال الادريس. انا بغيت نعاود نسميه لو شون، كنعاود نسميه عف سيليكت، كنعاود نعطيه اسم جديد في سيليكت. اما في لا باز دوني ما كيوقع والو، دونك هذا كيتسمى لو سي اليا. دوزيام شوز، هنا كاين شيما، شيما هنا كنعنيو بها يعني لا سورس ولا المنبع اللي جاي منه داك لو شون، يعني منين جا لو شون. لذا فاش كيكون عندي جوج ديال الاسماء ديال لي شون، لي شون وكنجيبهم من جوج ديال لي طابل، فاش كندير في وسط سيليكت لو بروغرام ديال اس كيو ال سيرفر ما كيعرفش هذاك نفس السميه جي كاين كتنتمي لجوج ديال لي طاب. مثلا سيليكت نو ديال لي زومبلوي، ولكن في لا طاب الامبلوي مكتوبه نو، وكاين نو ديال ديبارتمون اللي تابع ليها. دونك فاش كندير سيليكت نو كون ان نو كاين في جوج ديال لي طابل وديرهم انا فروم، اوتوماتيكمون كيكون بحال اونبيغي، غادي يخرج لينا واحد الميساج كوم كوا ويكتب فيه اونبيغي، يعني راه سؤال غامض. اذا باش ما يكونش داك الغموض خاصنا نحددو سميت لا طابل اللي جاي منها داك لو شون. كنستعملو شيما، donc le schéma il contient le nom de schéma contenant les tables ou sélectionnées. Donc le schéma par défaut est celui de l'utilisateur qui exécute la requête. Donc schéma غالبا غتسمعوا ب DBO 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 كتعني data base owner، هذيك تكون par défaut DBO DBO Data Base Owner، c'est-à-dire le propriétaire de la base de données. بالعربية مالك مجموعة البيانات DBO، يعني هذه غالبا كتكون. ومن بعد كنديرو بوان وسميت لا طابل، وكنديرو بوان سميت لو شون. هادشي كلشي كيتسمى شيما. دونك لو شيما كيحدد لينا شكون هي لا طابل وشكون هو حتى ليتيزاتور، شكون المستعمل. من بعد كاين تيبل فيو كنديروه فروم،
دونك هاد الشيما كنديروها غالبا في سيلكس، كنديرو سيلكس وكنديرو سميت لو شون في حالة لا ما كانش معاود، لا كان معاود غادي نزيدو الشيما ديالو فين كاين، بحال غنديرو شومان، الشيما بحال الشومان التواجد ديالو ابتداء من ليتيزاتور. في فروم كنديرو سميت لا طابل ولا الفي، سي لو نوم ديال لا طابل ou la vue contenant les données qui vont être sélectionnées. هذيك لا طابل يمكن لينا نستعملو سكون ابل طابل اليا، لا طابل يمكن ليا حتى هي نلقبها. علاش كنلقبها؟ بو غيزون تكنيك، يمكن لي نخدم في نفس لا طابل جوج مرات في نفس الغوكات، ولكن ما يمكنش حيت هو غادي يلقى نفس السميه غادي يقول لك كيفاش ما عنده بالنسبه ليه هو ربما وقع مشكل. ولكن يمكن لي نخدم بجوج ديال لا طابل، الطابل الاولى ما غاديش نعاود نسميها، اما الطابل الثانيه ضروري نسميها، نعاود نعطيها اسم اخر. يعني فروم يمكن لي ندير فروم اومب وندير فاصله وندير امب از امبلوي، وبالتالي كتولي عندي بحال عندي جوج ديال لي طابل هما راه بحال نسخه. الاولى خليتها باسم نفس السميه بلا طابل امب، والثانيه راه هي نفس لا طابل اللي هي امب ولكن عندها لقب اخر اللي هو امبلوي. دونك تي اليا كيعني بها ستان سينونيم، بحال اسم اخر بالنسبه للطابل. دون لو نو هاد لو سينونيم كيجي من بعد السميه، بحال دابا نسمي امب وندير اسباس ولا ندير از وندير امبلوي، دونك امبلوي سي ان سينونيم. هاد السميه كتتبع سميه لطابل الحقيقيه، وهذا الاسم اللي درناه عاود عطيناه لا طابل كيتستعمل في لو غاست ديال لا روكيت، سورا اتيليزي دون لو غاست دو لا روكيت. جو ريبيت، غندير فروم امب ونسمي امبلوي دونك از امبلوي، ولكن في لا روكيت خصني نعاود نغوت على هاد امبلوي اللي درتها جديده كاسم ديال هذاك لا طابل القديمه. سي بون. انسويت لا كلوز وير، لا كلوز وير كدير ريستريكسيون، كدير واحد بحال البراج، واحد ليميت فلتر، كتفلتري كتصفي لي لين سيليكسيوني اسل pour lesquels la condition il est vrai. Li, le champ a une condition, tu sais où la valeur ou la champ. Là, quand la condition il est vrai, tu vas faire la sélection. Sinon, elle est rejetée. Si cette clause elle est omise, la madrina chouer, toutes les lignes de l'étable ou les vues, ils vont être renvoyées. غادي يجيو عندنا كلشي درنا وير، غادي يجيو فقط هادوك لي لين اللي كتوفر ليهم توفر فيهم الشرط اللي عندنا في وسط وير. دونك وير il permet de d'appliquer des conditions sur la sélection en fonction de des champs ou les conditions qu'ils doivent vérifier, which bien sûr il se trouve juste après where. Donc where بالضبط كيكون فيها juste les conditions sur les champs comme j'ai dit. Donc select كيكون فيها سميت les champs, from سميت les tables ou les vues, ou في where غتكون عندنا فقط سميت لي شون
بلي كونديسيون اللي خصهم يتوفر، الشروط اللي خصهم يتوفر. سي بون، من بعد غندوزو غنستعملو واحد لا فونكسيون سميتها ولا لا كلوز سميتها جروب باي. فوالا، هاد جروب باي كتستعمل الا في حالة واحدة، كتستعمل الا في حالة لا كانت سيلكت كتوفر على سكون ابل لي فونكسيون اللي هما دي فونكسيون دو كالكول واللي ضروري خصنا نديرو ليهم جروبمون. بحالاش كوم اكزومبل كاين افيجي اللي هي لا موين افيريج، دوزيام كاين سوم. هاد لا سوم كي بيرمي دو دوني لا سوم ديال مثلا دي شون اللي هما خصو كيما قلت لكم يكونوا كالكولابل. لو شون خصهم يكونوا سوم، فوسا كنديرو سميت لو شون، غنشوفوها جوست ابخي. ولا مين حتى هي خصها ان شون كالكولابل، ولا ماكس كتعطينا الماكسيموم، المين كتعطينا المينيموم. و بوركوا با كونت هادي كتعطينا العدد. سينو كاين كومبيوت حتى هي كتعطينا واحد العدد. هاد لي فونكسيون كاملين فحال الا كنا بغيناهم يتكالكولاو على حساب دي شون ضروري خصنا نديرو ان جروب باي اوبليغاتوار. دونك هاد جروب باي كتجيج جوست من بعد وير، وفيها كنحطو سميت لي شون اللي غادي يدير ليهم عملية ديال تجمع باش يوقع داك عملية الحساب باش تمر تم هذيك المعادلة ولا داك ديك افي جي ولا مين ولا ماكس ولا كيما قلنا كونت. لي دا جروب باي فوسها كيكونوا اي جروب لي لين سيليكسيوني. دونك لي لين غنكتبو هنا لي شون اللي غتكون هنا ال بوسيد دي لين، ولكن هاد لي لين اللي هما دي دوبلي غادي تحسبو في ان سول فالور، في ان سول يعني لين غادي تجمعو كلهم في لين وحده. كاع لي لين اللي هما معاودين كيتجمعو في لين وحده وكيتكالكولا لا فالور ديال ديك لا فونكسيون. جو ريبيت بيان، جروب باي ما كتستعملو الا لا استعملنا لي فونكسيون فوسط سيليكت. لذا علاش دارت سي جوست بور غروبي لي لين سيليكسيوني اون سو بازون سور لا فالور ديال ليكسبرسيون دو شاك لين. il renvoie une seule ligne par groupe. هادوك لي لين لي هما سيليكسيوني دوك لي معاودين كيتبقى اون سول لين في كل جروب وغادي يعطينا لا فالور ديالها. La valeur bien sûr de la fonction. Having. Having c'est la clause que tu s'amel juste fait la condition sur les fonctions. Fakat. Donc fait la donc les fonctions les dans les hommes AVG les de la moyenne ou la somme que tu atteins là ولا مين كتعطينا اصغر، ماكس كتعطينا اكبر عدد، ولا كيما قلنا كونت اللي كتعطينا العدد. العدد شحال من مرة تعاود بعض الخطرات هاد لي فونكسيون كيكون عندنا عليهم شي شرط، وبالتالي كنضطرو نزيدو هاد لا كلوز في الاخر ديال سيليكت. بيان سور من بعد جروب باي، من بعد جروب باي عادك تكون هافينغ. هافينغ ضروري تكون من بعد جروب باي، ضروري تكون جروب باي هي الاولى عاد هافينغ. دونك علاش دارت هي باش دير واحد الفلتر على لي جروب
de ligne renvoyées ou qui doivent vérifier la condition. Quand on dit having compte, mettre étoile, mettre signe, par exemple, ou là, mettre achara. Et donc, les souffres de faire short, ben select, les mettre vos fiches, maradishi ben select. Et donc, having, que vous faites, c'est les fonctions ou les conditions. واش égal, واش supérieur égal, ou la between, ou la dame, l'essentiel qu'on dit une condition sur la fonction. Sans cette clause, tous les groupes seront envoyés. Là, ma cache had l'having, radijiblia, gagne les groupes. Coulomb, coul groupe, radi calculer les fonctions. Là, dernier having, radi les facat les groupes, les que tu ferfions, dit que les conditions. Non qui n'a la fonction order by qui déline le tri un tri les champs donc order by qui dit le smith le champ on dit le mettre un ask tani ascendant. Had ask تكون par défaut. يعني on peut le mettre, on peut يعني la négliger ما نستعملوهاش. فحيت la بغينا un champ un tri décroissant, فحيت la بغينا نديرو الترتيب اللي هو من الأكبر للأصغر غنضطرو نزيدو la clause desk. D E S C هاد ديسك خاصها تزاد خاصنا نضيفوها من بعد لو شون مباشرة مثلا اوردر باي نو ونديرو ديسك ممكن لي نزيد شون اخر ندير عليه مثلا تا هو لو تري درت Order by nom, desk, facile, prénom, ask. Hatta ki dir tri l'ouel ala hasab le nom. Ou dakchi li taoud, gadi aoud y dir le tri ala hasab le prénom. Ou dakchi li taoud, fakat. Les noms, donc les lignes li maoudin, les lignes li maoudin, ou li ki dar alayhom deuxième tri ala hasab deuxième champ. Donc deuxième champ. كي يدير في دوك لي لين اللي معاودين في الاول في البروميير شون اللي معاودين كيدير عليهم تري في الدوزيام شون سي نو كي لا بوزيسيون دونك ايل دون لو نيميرو دو لا كولون دون لوردر سيليكت لا فونكسيون ولا لا كلوز هادي لا كلوز اللي هي اسك. Il permet de trier les champs ou la ligne, pardon, les lignes. Il permet de trier les lignes, soit ascendant, les rois, ce qu'on appelle décroissant, croissant, ou décroissant, descendant. L'idée est juste qu'il تعملو فاش بالضبط في جوست في اوردر باي كي تستعملو هادو اي نو با او جروب باي ما فيهاش هادشي دونك تستعملها في اوردر باي ردوا البال هادي اوردر باي كنديرو سميت لو شون سوا نديرو ديسك سوا نديرو اسك بلا ما نديروها لانك تكون باغ ديفو اما لكن نديرو ديسك لكن باغين يعني واحد الترتيب اللي هو تنازلي ولا يعني من الصغير من الكبير للصغير غنضطروا فرض علينا نزيدو هاد ديسك جوست من بعد لو شون دونك يعني هذا ستا مود اسوندون يعني كرواسون
والتاني كاني ديسوندون. وقالوا لينا ديجا كاين لا فالور اللي هو باغ ديفو كيكون هو اصل، كيكون ديما باغ ديفو كاين، يعني بلا ما نزيدو. Ensuite, on désoule la commande qui est union. Cette union qui est juste dans les requêtes. L'IDA, deux requêtes. Maintenant, on dit select l'oula. On brit le cas. Je nomme la nasser qui est mis la sélection l'oula ou qui est mis la sélection tania. ولا وحدة فيهم ولا ليهم بجوج. جو ريبيت انيون كتستعمل ليا الانيون، يعني عندي لونسومبل الاول اللي هو ا وعندي لونسومبل الثاني اللي هو بي. الا درت ا انيون بي كنلقى كاع العناصر اللي كتنتمي ل ا وفي نفس الوقت كتنتمي لبي، ولا جوست العناصر اللي كتنتمي ل ا وما كتنتميش لبي، ودوك العناصر اللي كتنتميو لبي ويمكن ما ينتميوش ل ا. اذا انيون فيها او بيان، كتعني بيه او بيان، او بيان يعني السفي باش ينتمي لواحد فيهم كيجي. دونك هنا كتكون في سكون ابل لا تيوري دونسومبل. هادشي علاش هادي سي اون اوبيراسيون اونسومبليس، كيكون عندي جوج ديال لي زونسومبل، لونسومبل ا ولونسومبل بي. ا انيون بي هو بالضبط اشنو العناصر اللي كينتميو ل ا ولا كينتميو ل بي، يعني كيكون واحد فيهم كينتمي كتكون انيون. هاد انيون باش نستعملوها في لي روكات خاص نفس لا ستركتور. سيلكت مثلا لا درت سيلكت نون فيرغول برينون فروم امب، هادي كنديرها بين قوسين، وكندير انيون وكندير سيلكت نون فيرغول برينون فروم كليون. هنا يمكن لي نجمع لي نون و برينون من لي دو طابل، لا طابل الاولى ديال الكليون و الطابل الثانية ديال لي زومبلوي. في ان سول روكيت لي دا استعملنا اونيون، ولكن هاد 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 اونيون ما تكون اكزاكت حتى كيكون عندي نفس لي شون لي كاين في سيلكت الاولى هما نفسهم اللي كاينين في السلكت الثانيه. يسفي باش لمشي تبدلت لوغد هادي لينيو ما بقاش خدامه، ما عندها حتى شي، ما عندهاش واحد المصداقيه. دونك انيون وحتى انترسكت وهاد اكسبت باش يكونوا فغي باش يخدموا سون ايرور خاص يكون عندنا نفس لي شون ونفس لوغد ونفس لي تيب، سينو سا مارش با. اينيون كتجمع لك جوج ديال لي روكات في روكات وحده. دونك العناصر اللي جبتيهم من الروكات الاولى سيليكت الاولى كضافوا السيليكسيون الثانيه، يعني يمكن لك تلقى شي حاجه كتعاود. اما انترسكت، انترسكت كتعني الانترسكسيون. هاد الانترسكسيون غادي نستعملو نفس الشكل، غنديرو سيليكت مثلا نون فيرغول برينون باردون سيليكت نون برينون فروم كليون، ونديرو انترسكت سيليكت نون
virgule prénom. From employee. هنا غادي تجمعوا لي دو في ان سول روكيت غادي تجمعوا لي دو ولكن كوننا درنا انترسكت غادي يمشي يقلب اللي معاود هو اللي غادي يخليه في ضمن لا سيليكسيون اللي ما تعاودش اوتوماتيكمون سوغا اليميني انترسكسيون يعني خص لي زيلمون اللي يكونوا في الروكات الاولى وتكون في الروكات الثانيه هما اللي كيبقاو في لا سيليكسيون دونك جو ريبيت بحال دابا عندي لا ليست ديال لي كليون مثلا كي هابيت مثلا كازا و يعني لي كليون كي هابيت مثلا غابة لا درت لانترسيكسيون كتعني شكون هما لي كليون كي هابيت كازا اي او مام طون غابة غادي يمشي يقلبها على دوك الاسماء اللي كاينين في لا بروميير سيليكسيون اسماء الشخصيه والعائليه اللي كاينين في البروميير سيليكسيون وكاين في الدوزيام سيليكسيون هما اللي كيخليهم اكسبت سي اوتر شوز اكسبت كنديروا لا بروميير ليست وكنديروا الدوزيام ليست وكنديروا لا ديفيرونس شنو لا ديفيرونس يعني من لا بروميير ليست كنزولوا دوزيام ليست اذا بحال كنحيدو بحال الشكل ديال انيون كنحيدو منها لانترسيكسيون وكنحيدو منها الطرف الاخر اللي بقى يعني غنشدو لونسومبل الاول مثلا لا ليست ديال باغ اكزومبل ديال لي كليون وغنحيدو منها لا ليست ديال لي كليون كي هابيت كازا غنمشي نجيبو سيليكت نو سيليكت نو فيرغول برينون فروم كليون وغنديرو اكسبت سيليكت نو برينون فروم كليون وير فيل ايغال كازا هنا غادي نتواجدوا مع واحد مجموعه ديال لي كليون ولكن ما تابعينش الكازا تحيدوا ديال الكازا اوتوماتيكمون دونك جوج ديال لي روكات جوج ديال لي روكات وبالتالي اكدنا على الغوكات الاولى اللي هي سلكت وزولنا منها الطرف الجديد الطرف اللي هو كيكون من بعد اكسبت كيزول من لا بروميير هادشي علاش اكسبت بحال لهم في لا ديفيرونس ا موان بي ا موان بي هما لي زيليمون اللي كاينين في ا اللي كاينو كاع لي زيليمون اللي في بي حيدناهم من ا كتبقى ا بلا لي زيليمون ديال بي دونك هنا اون بارل دو هادشي كلشي كنهضروا على لا تيوري دونسومبليست يعني عندي دي زونسومب اللي في بي حيدناهم من ا كتبقى ا بلا لي زيليمون ديال بي دونك هنا اون بارل دو هادشي كلشي كنهضروا على لا تيوري دونسومبليست يعني عندي دي زونسومب